suggestion الاقتراح. نستخدم التعابير التالية للتعبير عن الاقتراح: shall we زائد infinitive فعل مجرد زائد تكملة الجملة علامة استفهام، let's زائد infinitive زائد تكملة الجملة، we could زائد infinitive زائد تكملة الجملة. suggest to your friend to watch the film، اقترح على صديقك مشاهدة الفيلم، let's watch the film، دعنا نشاهد الفيلم. كيفية انه شلون تختار من بين هؤلاء في الجواب تعتمد على معنى الجملة: shall we هل لنا، let's دعنا، we could نستطيع. من خلال معنى الجملة تختار التعبير المناسب. take a taxi to the airport make suggestion، أخذ تاكسي إلى المطار، we could take a taxi to the airport. get some magazines before boarding، الحصول على بعض المجلات قبل الصعود إلى الطائرة، make suggestion، shall we get some magazines before boarding، علامة سؤال. السؤال يجي مرات بهالطريقة: use let's يحدد لك، استخدم let's to suggest to your friend لتقترح على صديقك to go to the shops before the plane leaves، أن تذهبون إلى المحلات قبل أن تغادر الطائرة. الفعل الرئيسي دائما نجده بعد to، الفعل الرئيسي go، نزل let's فعل الرئيسي go ونكمل الجملة إلى نهايتها to the shops before the plane leaves. stop for lunch make suggestion، نتوقف من أجل الغداء، اعمل اقتراح، shall we stop for lunch علامة سؤال.